السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي منهج البيان فينيو مع الدرس الثاني معانا وي لا فراز دون لا لونغ فرونسيز. هشتغل على لا فراز ديكلاراتيف، يعني الجملة الخبرية. كومبوز دو سوجي فيرب كومبليمون، يعني الجملة بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. افيك لا بريمير بار، مع الجانب الأول أو الجزء الأول وهو لو سوجي. نشوف مع بعض لو سوجي. ممكن تلاقي السوجي نوم اسم، ممكن تلاقيه برونوم ضمير. نمسك مع بعض لو سوجي نوم. لو الفاعل الكلمة الأولى اللي بتبدأ بيها الجملة جاي لك اسم، ممكن يكون نوم بروبر، يعني اسم خاص، خاص ببلد، بإنسان، بشخص، بحيوان، زي كلمة ألي نوم بروبر. طب ممكن يكون إيه؟ نوم كوما، اسم عام، زي كلمة لو غارسون، يعني ألي خاص، لو غارسون عام. سارة نو بروبر، اسم خاص. لا في، اسم عام ما خصصتوش. ايجيبت سي تان نو بروبر، اسم خاص ببلد معروفة. طب لو قلت لو بي، البلد، هل انا خصصتها؟ لا، يبقى نو كوما اسم عام. يبقى الي وسارة وايجيبت سون نو بروبر، اسماء خاصة، ولكن لو غارسون لا في لو بي نو كوما اسماء عامة ما خصصتهاش، تبقى اسم عام. طيب الجزء الثاني من السوجي وهي لي برونون، الضمائر. لي برونون دون لا لونغ فرونسيز، اول واحد معايا جو بمعنى انا، ثاني واحد تو بمعنى انت، ثالث واحد il بمعنى هو، الرابع elle بمعنى هي. معي الضمير اللي بعد كده نو بمعنى نحن. طيب الضمير اللي بعد كده وهو فو بمعنى أنتم، ممكن يستخدم أيضا للإحترام بمعنى حضرتك. اللي بعد كده إيل، ولاحظ أن هنا إيل أفك إس، يعني تنتهي بالإس للجمع، بمعنى هم لجمع المذكر. بعد كده إيل وبرضو أفك إس، آخرها إس، بمعنى هن لجمع المؤنث. دلوقتي مع ضمير مهم جدا وهو ضمير أن، وجب الترويه ليه، وهو بمعنى نو أي نحن، ومعنى لي جون الناس أو العامة. ولكن في تصريفه لما أجي أجيب شكل الفعل معاه، مهمة أوي النقطة دي، إن أنا أجيب شكل الفعل في المفرد وكأنه بيساوي إيل وآل، يعني معناه مفرد ولكن تصريفه بيجي مع معناه جمع، ولكن تصريفه بيجي مع المفرد إيل وآل. Nous parlons le français هي نفسها on parle le français. لاحظ الverb مع nous جمع nous parlons، نحن نتحدث، ولكن مع on parle الفعل جاي مفرد مع on. طيب comment on change le nom au pronom، ازاي اغير الاسم لضمير عشان اعرف اجيب شكل الفعل. ali ali بيساوي بالضبط il، هو لما اجيب شكل الفعل مع ali اجيبه كاني شايفه il، هو. طيب سارة إل. طيب لو جات لي كلمة لو ستيلو، القلم، أكني شايفة بالظبط البرونو إل، هو. طب لو جات لي لابورت، كلمة لابورت، أجيب الفعل شكله إيه؟ وكأني شايفة البرونو الضمير إل. مهمة أوي النقطة دي عشان التصريفات الأفعال. طب لو غارسون، لي غارسون، الأولاد، تبقى إل اللي هي إل أفيك إس، الجمع. طيب لو لي في، لو الجمله بدأ لي بكلمه لي في، الفتيات، اكني شايفه بالظبط ال افيك اس، عشان لما اجي اصرف الافعال زي ما قلنا من شويه اجيب التصريف صح. طيب كل الكلمات دي اتسبقت بحاجه اسمها ارتيكل ديفيني. الارتيكل ديفيني يعني ادوات المعرفه، واللي هي بتساوي كلمه ذا في الانجليش. انا عندي منها اربع اشكال في الفرنسيه: لو، لا، ال ابستروف، لي. اول حاجه لو تيجي مع النو الماسكولين، يعني ايه؟ مع الاسم المذكر، زي كلمة لو غارسون، زي كلمة لو ستيلو، القلم، الولد او القلم، اسماء مذكرة فتاخد قبلها لو. طيب لا افيك لو نو فيمينان، مع الاسم المؤنث، زي كلمة لا في، الفتاة، زي كلمة لا بورت، الباب، يبقى الاسم المؤنث يجي معاه لا. طيب ال ابستروف، النوع الثالث، يجي مع avec les mots commence avec une voyelle، مع أي كلمة بادئة بحرف متحرك، زي كلمة l'oncle، l'ami، العم أو الخال والصديق.
آخر نوع وهو les avec les mots pluriel مع الكلمات الجمع les garçons الأولاد les portes البيبان أو الأبواب آخرها إيه S ده علامة الجمع. طيب نختار كده شوزي لا بون ريبونس في إيه بيل أقول له ولا لا ولا ليه طبعا لا في برافو لا في إيه بيل الفتاة جميلة. طب بير إيه بروفيسور طبعا اختار لو بير ليه لأن كلمة بير مذكرة يبقى لو بير إيه بروفيسور. طب بارون سون جونتي الكلمة مجمعة أمامك أهي نبقى ناخد ليه عرفت إزاي الكلمة آخرها إس لو ترجع لي الإكزامبل. كده خلصنا درس النهاردة وإن شاء الله عندنا ديفوار يعني واجب باج 32 إكزرسيس نمرو 1 33 إكزرسيس نمرو 3 و 4 و 5 من كتاب برافو النسخة الجديدة وإن شاء الله كده انتهينا وإن شاء الله الفيديو القادم هيكون على